معنا من دبي الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي وأمن المعلومات أيمن عيتاني. صباح الخير أيمن وأهلا وسهلا فيك معنا. بداية نسمع منك تقييم لخدمة سبوتلايت وما تأخرت شوي سناب شات بهالخطوة. صباح الخير نانسي. هلا سناب شات اليوم يعني كطرق تواصل، إذا أنا بتواصل معك يعني في ثلاث طرق، أنا بتواصل معك عن طريق الخاص، أو إذا أنا عندي أو بدي شارك خاصية ستوريز مع الأصدقاء اللي عندي 100 200 300 شخص، أو إذا أنا بدي أتابع يعني مؤثرين مثل حضرتك أو غير مؤسسات تجارية. اللي عم بيزدوه سناب شات اليوم خاصية سبوتلايت هي بتسمح لشخص عادي يلي عنده مضمون جذاب إنه يوصل لعدد أكبر من 200 أشخاص. يعني عادة لما بحط مضمون معين بيوصل لشو عنده أصحاب يعني 300 صديق على سناب شات بيوصل هالأشخاص. سناب شات حتعمله هلا حتشوف اذا في تفاعل كبير من اصدقائي رح توسع الحلقه ل 2000 شخص 3000 شخص اللي هو اذا في تفاعل اكبر حيوصلوا لعدد اكبر من الاشخاص، هيك ساعتها فيكون حيلاقي شخص عادي المحتوى تبعوله في يوصل لعدد كثير كبير من الناس. وهذا ليش بهم الناس؟ لانه نحن كلنا الحمد لله بدنا نكون نحن مؤثرين وبدنا نكون مهمين والناس تعرفنا، فهيدي الخاصيه حت يعني رح بتحسن من استعمال سناب شات. طيب أيمن، ما صار الموضوع شوي ممل أنه عم نشوف هيدي الخاصية بأسماء مختلفة على منصات عديدة عم بتكرر نفسها؟ هل اليوم ضروري أنه كل ما منصة جديدة تطرح خدمة جديدة كل المنصات الأخرى تتبعها إذا كانت ناجحة؟ هلا سؤالكم بمحله، لأنه صحيح يعني تيك توك عنده نجاح معين اللي إجا ريلز، وهلأ سناب شات لما خاصية ستوريز كانت على سناب شات بعدين صارت على إنستغرام وفيسبوك لينكدإن وغيرها، في نجاح لمؤسسة كلاب هاوس يلي فيسبوك ولينكدإن وتويتر كلهم عم بيعملوا خاصيات يلي تسبها يلي هي محادثات الصوتية عم تكون، فعم بيكون في يعني تناقل لهيدي الخدمات. بس هو نانسي اللي عم بيصير هو عدد الأشخاص بالمليارات وعم بياخذوا نانسي سنين ليتعودوا عليها، فحتى لو بظرف اشهر هالمؤسسات عم تنقل من بعضها ناس بدها سنين لتبلش تتعود عليها ولتبلش تستعملها وهيك، فهن لهم مصلحه انه يبلشوا فيها على بكير حتى لو غيرهم بلش فيها، وكل واحد عنده جماعته وعنده يعني عنده ناس تستعمله على طريقه معينه، وحتضلها موجوده. هلا يعني سناب شات اذا عم نقول احنا نقلتها من ريلز وتيك توك، وبكره سناب شات عم شيء يلبين له غيره اللي هي خاصيه ستوريز مستعمله اليوم كلنا جاي من سناب شات، فهيدي كلها حتكون يعني مثل ما قلتي انت ممله، بس الاشخاص ولانه يعني نحن صرنا يعني بالمليارات وعم بياخذنا وقت لحتى نتعود على هيدي الخدمات، فعم تاخذ وقت والكل عم يستفيد. يعني فينا نحكي شوي انه عن محطات او نقطة تحول حتى بالمحتوى الرقمي اليوم، مثل ما قلت يعني بداية كنا صورة بعدين فيديو بعدين اجت الستوريز او القصص وهلا عم نشوف الريلز، يعني عم نشوف انه كل كم سنة عم بيكون في ترند او اتجاه معين مهيمن وبيكتسح الاخر. يعني نانسي انا اللي بشوفه انه نحن بعدنا هلا بالبداية، لانه بكره يعني هلا يعني حنصير نمشي بالطريق او بالمطاعم نشوف كل الناس عم تحكي عن جهاز عم تحكي مع عندها منصته وعم تحكي مع الناس فيها هون وهيك، يعني احنا هلا يعني ناس بالمطعم مثلا بتصور اكله وبتطلع صوره وخلصت، بس بكره حتصير كل الوقت عم نحكي مع غير ناس وعم نطلع ونعمل عم نبث بس حي من المكتب من الشغل من مشي الطريق، يعني اذا انا هلا ماشي بالطريق عم بحكي مع الناس حتطلع فيه انه هذا شو بو ايمن مضيع اليوم، بس بكره حتصير كثير طبيعيه انه كل الناس ماشي عم تحكي هيك، يعني بعدنا ما شفنا شيء نفسه. طيب صمود سناب شات اليوم، يعني بالفترة الأخيرة يمكن سناب شات ما كان عم بينمى بالطريقة يلي كانت يمكن بيتوقع أصحاب الشركة، هل تتوقع اليوم أنه تقدر تدعموا هذه الخاصية أم أنه هو بحاجة لتقديم خدمة نوعية يمكن مثل الستوريز جديدة غير مسبوقة؟ كمان سؤالك كتير محله نفسي، لأنه بآخر سنة ونص سناب شات حسنت كتير من الخاصيات اللي عندها، يعني مثلا استحوذوا على مؤسسة يلي خاصة بالواحد يشتري منتجات على الانترنت لحتى يحسنوا هذه الخاصية ليكون في مؤسسة تجارية لها دور والأشخاص الموجودين كمان لهم دور تاني. وكمان مؤسسة سناب شات في عندها يعني رواج كتير كبير بالسعودية والإمارات وبالكويت، يعني في كثير يعني في استعمال كبير لها، ولما اسال ناس يعني عم تستعملوا تيك توك وهيك في قسم بيقول لك ايه عم استعمل تيك توك بس بعدها عم استعمل سناب شات وهيك، فبتلاقي وفي ناس بعدها ما قلت على تيك توك، فلما سناب شات عم تقدر يكون عندها هيدي الخاصيات اللي في لها شبيه بغير منصات فالناس بتضلها موجوده مرتاحه موجوده عندها، مثل ما صار بانستغرام وسناب شات، يعني وقت مؤسسه فيسبوك واللي هي انستغرام
عم تخسر. كانت كتير ناس رايحة على سناب شات من وراء خاصية ستوريز، لما ضمنت خاصية ستوريز موجودة بالإنستغرام فالناس بقت مرتاحة تقول لك أنا ليش بدي زيد بعد يعني تطبيق أو روح على تطبيقين وثلاثة وأربعة، خلاص مرتاح عندي هيدي الخاصية والأخبار اللي بدي إياها توصل هون. فهيدي الطريقة بتخليهم يضلوا موجودين ويتحسنوا فيها. يعني وكأنه إنستغرام هو الأكثر مرونة اليوم، يعني بيشوف خاصية معينة بيضيف على الخاصيات يلي عنده بتلاقي رواج. تيك توك كان مميز بالريلز أو بسبوتلايت، اليوم هذه الخدمة انتقلت على إنستغرام، انتقلت على سناب شات أيضا. هل هذا ممكن أن يؤثر على تيك توك بطريقة أو بأخرى، ولا سيما على شعبيته بصفوف الأصغر سناً؟ هلا في موضوعين هون. هلا مرونة انستغرام، يعني انت تحليلك صحيح نانسي، لانه مرونة انستغرام موجوده لانه فيسبوك على 3 سنين قرروا يشتغلوا بالخلفيه على المنصه التقنيه ليجمعوا بين فيسبوك وانستغرام وواتساب اللي هن عائله فيسبوك كلهم سوا. يعني ساعتها خاصيه الرسائل بتكون على الكل، يعني معممة على الكل. فلما هن يقدروا فيسبوك يعملوا خاصيه جديده بواتساب يقدروا يوصلوها على انستغرام وعلى غيرها. بدل ما يكونوا 3 فرق للرسائل صار عندهم فريق واحد كبير لكل الرسائل. فاخذوا 2 3 لحتى عملوا هالنفطه وهالنقله، عم يقدروا يستفيدوا منها هلا. صاروا لما يعملوا هيدي، لما يشوفوا في خاصيات جديده مثل هلا عندهم خاصيه الصوت من كلب هاوس، يعني عم يشتغلوا هلا على خاصيه جديده بتشبهها، ويعني بظرف اشهر كمؤسسه كبيره مثل فيسبوك وعنده عدد كبير من الناس حيكون هيدي موجوده هون فيها. فهيدي السرعه، يعني يلي بيدفع وبيتعب على منصته على كذا سنين ليحسنها لقدام بيقدر يستفيد مثل ما هو هلا. من جهه ثانيه تيك توك عنده رواج هائل كثير من قبل كورونا، ومع الجائحه اكيد عدد كبير من الناس عم يستعملوا. واذا نحكي بالبلدان العربيه فوق 200 موظف كانوا هني 10، يعني بظرف يعني اقل من سنه صاروا فوق 200 موظف لانه صار في رواج كثير كبير لهيدي المؤسسه وعلى تزايد. والعمر نانسي كبر، يعني كل شيء حتى فيسبوك المستعمل احنا هلا بلش. طيب يعني عم تحكي عن فيسبوك، انا بدي اسالك عن فيسبوك، وين فيسبوك من كل ذلك؟ يعني اكيد فيسبوك هي بتملك انستغرام، ولكن ما عم نشوف فيسبوك عم بيركب الموجات وعم بيلاقي نجاح بهذه الخاصيات حتى لو طبقها مثل انستغرام وغيره من المنصات، ليش؟ هلا فيسبوك اذا بنحكي مثلا احنا فيسبوك عم نحكي يعني كتطبيق الازرق، في له ناس اللي بعض اللي بتستعمله وبتفرق من 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 بلد لبلد. يعني مثلا اذا بنحكي الناس اللي تحت ال 18 و16 يعني هن الصغار بيستعملوا اقل فيسبوك من 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 من, من والدتي ووالدتك والفئات العمريه الاكبر موجوده فيها. بس ببلاد معينه ثانيه لا، هالفئات العمريه الصغيره عم تستعمله اكثر من غيره. ف وعنده عدد ناس بعد كثير عم تستعملوا نانسي، بس كمان بيستعملوا انستغرام معه وواتساب. وهني لما استحوذوا، يعني هون الفيسبوك يعني تفكير لقدام، لما استحوذوا على انستغرام واستحوذوا على الواتساب وين ما تهربي طلعت من فيسبوك فتي انستغرام، طلعت انستغرام فتي واتساب، يعني من جيبه لجيبه، يعني ما ادري عنا بالبيت فتي من اوضه لاوضه اهلا وسهلا فيك. يعني فهيدي طريقه التفكير البعيد يلي بتسمح انه يضل هيدا عم بخلي كمان فيسبوك كبير اليوم انه تتوسع وتكبر وتقدر انه تضل مستمره. شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح، الخبير بمواقع التواصل الاجتماعي وامن المعلومات ايمن عيتاني، كنت معنا مباشره من دبي.